وزملاء المسكين يحققون المطلوب. دقيقة 25 تدخل على دياكيتي في منطقة 16 متر و50 والحكم عامر شوشين يعلن على ضربة جزاء. فهمي بن رمضان ينفذ يسجل يعطي الأسبقية للهامهامة. بعد الهدف انخفض النسق من بحث أبناء بشير على الحفاظ على أسبقية الشوط الأول والانتهاء على نتيجة هدف لسه. الشوط الثاني ورغم التغييرات من الجانبين فإن النتيجة وحتى الأداء لم يتغير. زملاء المسعودي اكتفوا بهدف ثمنه البقاء في الرابطة المحترفة الأولى. والترجي رغم محاولات ترفيع النسق فإنه لم يصل إلى شباك مرمى الحارس العربي المجري. لتكسب الهمهامة 3 نقاط أكثر من مهمة، وبالمناسبة فإن فريق نادي حمام الأنف يعود للانتصار.